الهميان أو الحزام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص، وأبدأ معكم بقصة الحزام. يسمى الحزام في ذلك الوقت في أوائل الإسلام وعند العرب يسمى الهميان، والهميان هو نوع خاص من الأحزمة الذي ممكن الإنسان يضع فيه أمواله، مثل اللي تعرفون اللي عند الحج الآن لما يربط حزامه فيه سحاب كذا يضع فيه الأموال فيسمى الهميان. فقصتنا قصة الهميان أو الحزام. هذه القصة حدثت في عام 240 هجرية، يرويها وشاهدها بنفسه الإمام المؤرخ العظيم الطبري. هذا الإمام العظيم يذكر هذه القصة وما شاهده منها، وأنا هنا أذكر لكم ما ذكره أستاذنا الكبير علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في قضية حكاية الهميان. مع أذان الفجر يصعد من مآذن الحرم في مكة، وخاصة في أول يوم من أيام رمضان في عام 240 هجرية، قامت صفوف المؤمنين للصلاة في هذا المكان المبارك، مكة المباركة. تحرك أهل الحرم وأهل مكة، تحركوا نحو بيت الله الحرام من أجل أن يصلوا في المسجد الحرام فيكسبوا الأجر العظيم. ولم يبق في داره من أهل مكة إلا إنسان مقعد أو عاجز مريض مرضا شديدا وشيخ في 86 من عمره، ضعيف الجسم، عليه قميص مشدود بحبل من شدة فقره. أهل مكة ذهبوا لصلاة المغرب هناك، فلما أذن ملأوا بطونهم من طيبات الطعام، ولما صلوا أكلوا الحلو والحامض والحار والبارد والسائل والجامد. بينما صاحبنا هذا الشيخ الكبير وقف يصلي وما يستطيع القيام من شدة الجوع، فقد أمسك للصوم بلا سحور، والليلة التي قبلها لم يحصل على فطور، واليوم الذي قبله كان بدون غداء، صار ليومين لم يأكل شيئا. هو شيخ كبير والجوع يعني بهذه الصورة، يومين بدون أكل هده هدا. فلما انتهى من صلاته قعد على محرابه منكسرا حزينا يفكر، ليس في نفسه، فهو قد تعود على الفقر والجوع حتى صار يعني أليفا له ومعتادا عليه، وإيمانه بالله سبحانه وتعالى جعل الدنيا لا قيمة لها عنده، نسي نعيمها واحتقر ما فيها من مما يتكالب عليه الناس. لكنه كان يفكر بأهله، زوجته وبناته وأهله، هذه البطون الجائعة من حوله الذي هو يعيلها، هذه الأجساد العارية التي عليه أن يكسيها. تأمل صاحبنا في حاله وفي حال أهله وما بهم من جوع وفقر، وما بهم من عري، ما عندهم ملابس إلا شيء زهيد، فقال الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ثم قام ونزع القميص الذي على جسمه ونادى يا لبابة، فجاءته امرأة ملتفة بخرقة قذرة، فدفع إليها بالقميص وأخذ الخرقة منها فالتف بها، فقالت المرأة يا أبي غياث، صاحبنا اسمه أبو غياث، فهي تكلمه تقول يا أبا غياث، هذا ثالث يوم لم نذق فيه طعاما، هذا يوم صيام ويوم حر، فإذا صبرت أنت وأنا زوجتك صبرت، فإن البنات وأمي العجوز لا يصبرون ولا يقدرون، وقد هدهن الجوع، حطمهن الجوع، فاستعن بالله واخرج، التمس لنا شيئا، ابحث عن عمل، ابحث عن أي طعام. لاحظوا الرجل عمره 86 سنة وليس عنده أولاد ذكور، وكل الذين حواليه كلهم نساء، فهو مسؤول عن رزقهن. فقال تخرج، التمس لنا شيئا لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بدوانق أو كسيرات من خبز ندخرها لفطورنا. فقال أبو غياث أفعل إن شاء الله. وانتظر أبو غياث حتى كان وقت الضحى، فخرج يتجول في أزقة مكة وطرقها الضيقة، والناس
يعملون وظل يتجول يبحث عن أي طريقة يبحث فيها عن رزق. من سيوظف رجلا في 86 من العمر؟ وكان يستحي أن يسأل، عزة نفسه رغم الجوع الشديد كان يستحي أن يسأل. شوفوا بعض الناس عندهم كرامة وعندهم عزة، مهما وصل من شدة مع ذلك يحاول إلى أقصى درجة ألا يضطر إلى مثل هذا. ماذا سيفعل وماذا ينتظر لا يدري، لكنه ظل يسير ويسير، واشتد الحر وذهب الناس إلى بيوتهم بعد صلاة الظهر وهو لم يرجع إلى بيته، وتخاذلت ساقاه من شدة التعب وزاغ بصره، وأحس بجوفه يلتهب التهابا من العطش مع الصيام، وهو في هذا الحال ومصر أن يصوم. وماذا يأكل لو لم يصم؟ ما في شيء، حتى خبزة ما عنده في البيت. فظل يسير حتى وصل إلى أسفل مكة، جنوب مكة. فهناك في جنوب مكة وجد جدارا تحته ظل، فجلس تحت ظل الجدار وبدأ يفكر في حاله ويقول: والله لو مت وتركت بناتي لله عز وجل، هو يرعاهم والله سبحانه وتعالى لا يضيع أحدا، لعل الموت أحب إلي من هذا الشقاء الذي أنا فيه. أموت مؤمنا وأموت على الصبر قبل أن أفتن وأنال سعادة الآخرة والجنة. يعني سبحان الله، الواحد لما يتفكر يعني هذه الدنيا ما قيمتها وما قيمة هذه الدنيا بالمقارنة مع الآخرة. فالواحد لما يتأمل هذا التأمل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الإسلام علمنا حتى لما نقارن الدنيا والآخرة ونجد أن الدنيا لا تسوى شيئا أن نظل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تتعلق بها، لا تكن الدنيا في قلبك، اجعل الدنيا في يدك. الدنيا أقل من أن يجعلها الإنسان همه، وإذا جعل الإنسان همه الآخرة سبحان الله يصبح صراع الناس على الدنيا كما يرى الكبير الأطفال وهم يتصارعون على كرة. مساكين هؤلاء الناس الذين في البورصة ولا في التجارة ولا في يعني أنواع الرزق ونسوا الله عز وجل. الذي في هذه الأمور ويذكر الله عز وجل هو على خير إن شاء الله، لكن الذي نسى الله عز وجل بسبب تكالبه على هذه الأمور، ما قيمة هذه الأمور أن تحرمك من الآخرة ودرجاتها الرفيعة؟ فصاحبنا ليس له من الدنيا شيء، فظل على هذا الحال وأخذ يحفر التراب من حول جسمه بيده هكذا مشغول، بينما هو سادر في أمانيه يتمنى الآخرة ويفكر في الجنة وما فيها من نعيم، وإذ بشيء يقع تحت يده فسحبه، فإذا هو كأنه ذنب حية مختبئة خلال التراب. فتعوذ بالله لكن لم يتحرك، فإذا هي ساكنة فعجب منها، ولمسها برجله فلم تتحرك، فبدأ يحفر. وإذ الذي وجده حزام وليس بحية، فجره من التراب وإذا هو مغطى بتراب خفيف، يعني يبدو أنه ليس من زمن قديم وإنما من زمن حديث، مع حركة الناس غطته ولا هو على سطح الأرض. فجره فإذا في يده هميان، حزام الذي توضع فيه الأشياء، وإذا هو ثقيل، وإذا هو من النوع الذي توضع فيه قطع الذهب. فحركه فإذا فيه صوت رنين، فعرف أن هذا الهميان فيه ذهب، ففتحه فرأى الذهب فيه، فذهب مع رؤية الذهب الجوع والعطش، جاءه الذهب من لا شيء، وبدأت القوة ترجع إليه في أصابعه وفي جسمه، وتخيل نفسه أنه خلاص يعني صار غنيا شابا، وأنه سيحمل إلى نسائه الشبع والراحة والملابس ويعني الخير والغنى والمال، ويملأ أيدي زوجته وبناته وأم زوجته من نعيم الحياة ورغد العيش، وفكر ماذا سيشتري لهن وكيف سيتلقين خبر هذه النعمة التي ساقها الله عز وجل إليهن. وبدأ يحلم مثل الإنسان سبحان الله لما يصير الأماني، حتى كاد يختلط في عقله يجن من شدة الفرح، ثم انتبه إلى ما هو فيه وتحركت في نفسه الأمانة، وهو من الناس أصحاب الخلق والدين والأمانة، وتحركت في نفسه معاني الفقه، فتذكر مبدأ من مبادئ الفقه قضايا الحلال والحرام. هذا المال ليس لك، يسمى المال الذي يوجد في مثل هذه الحالات، يجد إنسان أموال في الشارع ولا يجد يعني قطع نقود ولا يجد ذهب ولا يجد حتى خروف ولا غيره، يسمى هذا لقطة.
حكم اللقطة إذا وجدها الإنسان أنه يعرف الناس بها لمدة سنة، فإذا لم يأتي صاحبها صارت له، لكن لو جاء صاحبها خلال السنة يجب أن تعود إلى صاحبها، وخلال هذه السنة لا يجوز أن يتصرف فيها، هي أمانة، كأن واحد استأمنك أمانة. شوفوا شوفوا النظام الإسلامي البديع. في العالم الآخر عند البشر الآخرين الأمانة أن الإنسان يضع في البنك مبلغ ويضع فيه صندوق ويقفل عليه المفاتيح، أو يضع عن صديق يثق به إلى آخره. في الإسلام لو ضاع منك شيء ووجده أي إنسان فهو أمانة عنده باسم اللقطة، أمانة، وعندك مدة سنة أن تبحث عن أمانتك. وأيضا بالمقابل الذي وجد الأمانة مطلوب منه أن يعلن عنها ولا يخبئها. فالآن هذا هو حكم الشرع في هذا الذهب الذي وجده أبو غياث. فالآن رجع إلى هم من جديد، هل سيبقى سنة أخرى على الحال الذي هو فيه؟ هل ستبقى أسرته في الحياة؟ ماذا سيأكل وكيف سيعيش؟ ماذا ينفعه أن يكون الذهب له بعد سنة وخلال السنة سيموت من الجوع ويموت معه من يرثه من بناته وزوجته؟ يعني ما قيمة هذه الذهب وما قيمة أن يكون له بعد سنة؟ فخارت قواه وتمنى لو أعاد الهميان إلى مكانه، الحزام رجع مكانه، ولم يكن ابتلي بهذا البلاء، لكنه كان أيضا رجلا فقيها. هناك حكم لقضية اللقطة أيضا، هذه من تفاصيل احنا نستفيد من هذه القصة في بعض الأحكام الشرعية. لو إنسان شاف شيء في الشارع هذا لقطة، لا يجب عليه أن يأخذها ويعلن عنها إذا ظن أن صاحبها سيأتي، أما إذا ظن أنها ستسرق وكذا فيجب عليه أن يأخذها. في ذلك الوقت الناس فيهم أمانة، الآن لكن صار عنده هم ثاني أنه لازم يعرف عنها. وبدأ الهم يصطرع في رأسه والأفكار تتناوشه من كل مكان، وسمع صوتا يهتف به: خذها، هي رزق ساقه الله إليك وأنت مضطر، والمضطر يجوز له أن يأكل الميتة، فخذ منها على الأقل ما تشبع به أهلك، لا تأخذها كلها، خذ منها ما تحتاج، وإذا صار عندك في المستقبل أموال رجعها. هذه هي هوامس النفس ومشاعر الهوى الذي جاءته، ويجوز له وهو مضطر أن يفعل ذلك. بينما هذه الهواجس تتحرك في نفسه، وإذ هاتف الدين وهاتف الأمانة يقول له: اصبر يا رجل، لا تخن أمانتك، لا تعصي ربك. فبين الحاجة والاضطرار تجره إلى صرف هذه الأموال أو استعمالها، وما بين الأمانة والشرع يقول له: لا تمسها فهي حرام عليك. فكر في الأمر وعقد العزم على الصبر، واستعان بالله عز وجل، وذهب إلى داره من أجل أن يخبئ هذا الهميان، هذا الحزام الذهبي أو المملوء بالذهب، إلى أن يجيء صاحبه أو يحكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وما أراد أن أهله يعرفوا بهذه القصة حتى لا تتحرك نفوسهم ويشجعوه على أن يأخذ منها، فأراد أن يكتم الخبر تماما حتى عن أقرب الناس إليه زوجته. ودخل الدار متلصصا متخبئا، فبينما هو كذلك يريد أن يخبئ هذا الحزام إذ رأته امرأته فقالت: ما جاء بك يا أبا غياث؟ فقال: لا شيء، وأحب أن يكتم خبر الحزام. وكان من عادة ألا يكتم عنها شيئا، فهي انتبهت إنه ارتبك، فقالت: بلى والله إن معك شيئا، فما هو؟ فخاف أن يريها الذهب فيذهب عقلها، وخاصة هي في هذا الحال من الجوع، فأصرت. فقص عليها القصة، وكانت امرأة صاحبة دين وتقوى، لكنها أضعف منه إرادة، والجوع اشتد بها وببناتها وبأمها، فقالت: افتحه وخذ منه دنانير، اشتر بها شيئا، فإننا مضطرون والمضطر يأكل الميتة. سبحان الله، نفس الوساوس اللي جاءته في نفسه. فقال: لا والله، لئن مسستيه أنت أو أخبرتي خبره أحدا فأنت طالق. هكذا يريد أن يقطع الطريق على الشيطان. طبعا هي اغتاظت فتركها في غيظها وحنقها، وخرج يبحث عن صاحب هذا الحزام، ولعل صاحب الحزام يكرمه بشيء يدفع به الجوع عن أهله وبناته. وعادة الناس في مثل هذه المسائل، يعني الحرم هو متجمع الناس، فذهب إلى الحرم المكي.
هذا الحادث في عام 240 هجرية. يروي الإمام الطبري المؤرخ الشهير العظيم كان شابا في ذلك الوقت وكان في الحرم عندما دخل أبو غياث، فهذه قصة يرويها الطبري بنفسه. يقول: فرأيت خراسانيا، شخص من خراسان، ينادي: يا معشر الحجيج، من وجد هميانا فيه 1000 دينار. دينار من الذهب، الدرهم من الفضة، 1000 دينار يعني بمعايير اليوم يعني مثل واحد عنده ملايين، مليونير يعني. فقال: يا معشر الحجيج، من وجد هميانا فيه 1000 دينار فرده علي أضعف الله له الثواب. يدعو الله عز وجل أن يأجر من يأتي بالهميان. يقول الطبري: فقام إليه شيخ من أهل مكة كبير من موالي جعفر بن محمد، يقصد أبو غياث صاحبنا، فقال: يا خراساني. شوفوا يعني الآن هو يريد أن يرجع له، بس كأنه يقول له يعني أكرمني 1000 دينار من يرجعها يعني. فقال أبو غياث، هذا الآن القصة يرويها الطبري، يقول: فسمعت هذا الشيخ الشايب يقول: يا خراساني، بلدنا فقير أهله، شديد حاله، أيامه معدودة ومواسمه منتظرة. يعني تعرفون أهل مكة يعيشون على موسم الحج من موسم لموسم، باقي الأيام ما في تجارة ما في حركة، لعل الهميان يقع في يد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له، يعني تعطيه مكافأة له حلالا فيأخذه ويرده عليك. فقال الخراساني: يا أبا، يعني يا أبت، من باب توقير الرجل الكبير، كم يريد؟ يعني هذا الرجل الأمين لو رجع لي حزامي كم يريد؟ فقال: العشر، 100 دينار، يعني تعطيه عشر المبلغ، واحد يأخذ 90% أحسن ما لا يأخذ شيء. فقال الخراساني: يا أبا، لا نفعل، ولكن نحيله على الله تعالى، يعطيني حزامي وأجره على الله. يقول: وافترق الطبري، يقول هذا هو يروي القصة الآن، يقول: فوقع في نفسي أن الشيخ يسأل عن نفسه، أن هو الذي وجد الحزام ويسأل الخراساني هل سيعطيه مكافأة أم لا. يقول: فاتبعته كما ظننت، فنزل إلى دار يعني فقيرة مكسرة، فسمعته يقول: يا لبابة، قالت: لبيك أبا غياث، قال: وجدت صاحب الهميان ينادي عليه، فقلت له: قيده، يعني كافئ صاحب من سيرجع الهميان، قيده بأن تجعل لواجده شيئا. فقال: كم؟ فقلت: عشرة، يعني عشر المبلغ. قال: لا نفعل، ولكن نحيله على الله عز وجل. فما رأيك، ماذا نفعل؟ لابد لنا من أن نرجع الحزام ومعه الذهب. فقالت له: ونجلس نقاسي الفقر، أنا معك منذ 50 سنة، ولك 4 بنات وأختان وأنا وأمي وأنت تاسعنا، رجل واحد و8 نساء، و50 سنة أنا معك على الفقر. يا أبا غياث، إن الله أكرم من أن يعاقب رجلا يحيي هذه الأنفس. أنت عندك 8 تعيلهم وستحييهم، إنك لم تسرقه ولم تغصبه، أنت وجدته، الله سبحانه وتعالى وضعه بين يديك، فلا ترفض نعمة أنعم الله عليك. شوف سبحان الله، الشيطان الآن بدأ يوسوس. إن الله لن يسألك عن الهميان فقط، ولكنه سيسألك عن هؤلاء النسوة اللواتي لا يجدن شيئا يلبسنه ولا يجدن شيئا يأكلنه. قال الطبري، أنا يقول أنا شاهد الآن المشهد، هو عند الباب يكلمها وأنا أشاهد. يقول: فنظرت في وجه الشيخ فأحسست مما بدا علي، كأنه يتصور بناته جائعات عاريات، والعجوز المسكينة أم لبابة قد جف جلدها على عظمها، فصارت كأنها حطب جوفاء، وفاضت نفسه رق عليهن. يقول: فرأيته وقد سالت الدموع على شيبته. لبابة زوجة أبي غياث رأت هذه الدموع فازداد طمعها فيه، لان شوي ثم رأته يعبس وتبدو عليه الصرامة، يتمنى لو استعان بشيء من هذه الدنانير، لكنه تذكر أنه صبر 50 سنة ما سأل الناس يوما شيئا ولم يأخذ شيئا من حرام، فكيف يضيع عمل 50 سنة من أجل لذة يوم؟ وتذكر أن عمره 86 سنة، يعني مثل ما يقولون على شفير القبر، وسيلقى الله تعالى قريبا، فكيف يلقاه وقد خان الأمانة؟ وأما عياله فلهم الله، والله أرأف بهم
والله أرحم بهم والله أشفق بهم. فلما تذكر هذه المعاني شد من عزمه وصاح بزوجته: لست أفعل، لا أحرق حشاشتي، أحرق جوفي بعد 86 سنة. يقول الطبري: فسكت وسكتت المرأة لما سمعت هذه المعاني. يقول: وانصرفت أذن. وجاء وقت الغروب وأذن المغرب في رمضان الحديث سنة 240 هجرية، وجلس الشيخ ومعه نساؤه على كسيرات وتمرات وجدها ساقطة في الشارع، التقطها لهم من الشارع، قطع من الخبز قطع من التمر، هذا إفطارهم في رمضان. وقعد الناس من حولهم على الموائد الحافلات بأشهى الطعام من بيوتهم وهو يمر، وإذ رائحة الشواء ورائحة الحلوى يستمتعون بها، ونسوا أن رمضان شهر الإنسانية والإيثار، مفروض الواحد يبحث عن الجائع ويطعم الصائم ويفتح الموائد إذا استطاع. الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الصيام من أجل الجوع والعطش والعذاب، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام ليذكرنا أن هذا الجوع الاختياري الموقوت، بينما هناك من الناس من يجوع جوع دائم وجوع إجباري ليس له ما يأكل ولا يؤكل أهله. فرمضان الأصل أن يحركنا لهذه المعاني. شيخنا أبو غياث بدأ يتألم على الحال الذي وصل إليه الناس، كيف هو يأكل تمرات التقطها من شارع، هو وزوجته والبنات الذين عنده 8، وجيران الشواء والحلوى، فيتعجب كيف صار الناس وكيف صار حال المسلمين. وأمضوا ليلتهم الرابعة بلا طعام إلا هذه التمرات، وأمضى هو أبو غياث الشيخ الذي في عمره 86 سنة ليلة رابعة بلا طعام، لأنه ترك التمرات والكسيرات من الخبز للعجوز وبناتها يأكلنه، وتصبر هو بدون طعام. يقول الطبري: فلما كان يوم الغد سمعت الخراساني ينادي ويقول: يا معشر الحجاج، يا وفد الله من حاضر وبادية، من وجد هميانا فيه 1000 دينار ورده إلي، يعني ضيعت الحزام اللي فيه 1000 دينار ذهبي، من يرده علي؟ أضعف الله له الثواب. فقام نفس الشيخ، قام أبو غياث فقال: يا خراساني، قد قلت لك بالأمس ونصحتك، بلدنا والله فقير، قليل الزرع وقليل الضرع، لا زرع ولا حيوانات وحليب، وقد قلت لك أن تدفع، اجعل مكافأة لواجده 100 دينار، فلعله يقع في يد رجل مؤمن يخاف الله عز وجل فيعيده إليك، فامتنعت أنت ورفضت، فاجعل له مكافأة 10 دنانير، ليس بالضرورة 100 دينار، على الأقل أي مكافأة. فقال الخراساني: يا أبا لا نفعل، ولكن نحيله على الله عز وجل، الذي يريد أن يرجع يرجع لله، إذا كان صاحب أمانة سيعيد لله، وإذا كان ما هو صاحب أمانة لن يعيده. واستمر الحال. فلما كان اليوم الذي بعده، يقول الطبري: سمعت الخرساني ينادي نفس النداء، فقام إليه الشيخ وقال: يا خراساني، قلت لك أول أمس أعطه 100، أعطي مكافأة 100، عشر المبلغ، فرفض، قلت لك أعطيه 10 1% من 1000 دينار اللي موجودة، فرفضت، فأعطيه مكافأة ولو دينارا واحدا، عشر العشر العشر، 1 بالـ1000، يشتري بنصف دينار قربة يسقي عليها المقيمين بمكة، قربة يضع فيها الماء ويسقي الحجاج بالأجرة، وبالنصف الآخر يشتري شاة يتخذها لعياله يأكلون شيئا أو يشربون من حليبها. فقال الخراساني: يا أبا، يعني يا أبتي، لا نفعل، ولكن نحيله على الله عز وجل. لما رأى أبو غياث هذا الشيخ الكبير أنه ما في أمل ولا حيلة، وهذا الخراساني مصمم أنه لا يعطي مكافأة، تذكر بناته وأختيه وزوجته وأمها، تذكر أن هذا الخراساني بخل عليهم بدينار واحد، وهو عنده سيعيد له 1000 دينار من الذهب، وهم محتاجين دينار واحد يدفعون به الجوع ويدفعون به العري يدفعون به الموت، 4 أيام ما أكل شيئا. وتذكر أن 1000 كلها بيده ليست بيد الخراساني، وبدأت وساوس الشيطان تحدثه: لا ترجع هذا المال لهذا البخيل الذي رافض يعطيك دينار واحد، أو خذ المكافأة بدون إذن، شيل منها دينار، أنت تستحق هذا على الأقل، وحتى لو لم تستحق يجوز لك أن تأخذ الحرام
لأنك وصلت إلى حال اضطرار والمضطر يأكل الميتة. فبدأ الشيطان يوسوس له بهذا، لكنه تذكر الله عز وجل وتذكر يوم الحساب، فاستعاذ بالله عز وجل من هذه الوساوس والخواطر الشيطانية. هل يشتري شقاء الآخرة الدائم بلذة عاجلة في الدنيا؟ هو يعلم أن لذات الدنيا كلها لا تنسي كربة واحدة من كربات يوم الحشر ويوم القيامة. شقاء الدنيا كلها مهما وصل الإنسان من شقاء، في نفحة واحدة من نسيم الجنة سينسى كل هذا الشقاء الذي في الدنيا. الدنيا لا شيء أمام الآخرة، شقاءها لا شيء ونعيمها لا شيء. وتذكر ذلك القول المأثور: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله الله، تذكروا هذا المعنى واجعلوه شعارا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والآية أعظم من ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقرر أن يترك الهميان وما فيه من مال وذهب، وذهب للخراساني. قال تعالى: خذ هميانك. فقال له الخراساني: امشي أمامي، دلني يعني أين. يقول الطبري المؤرخ العظيم، يقول: حدث هذا وأنا شاب، يقول: وأنا أشهد كل هذه الأحداث. فمشيا وتبعتهما حتى بلغا دار الشيخ، فدخل الشيخ فما لبث إلا قليلا ثم خرج وقال: ادخل يا خراساني. فدخل فاستأذنت الشيخ، قلت: لا، أدخلني معك، أنا شهدت القصة وأريد أن أرى آخرها. فقال: أدخل. فدخلت. طبري الآن دخل، يقول: أنا أشهد المشهد بنفسي. يقول: فنبش الشيخ تحت درجة له مثل عتبة، حفر تحتها فأخرج الهميان، فإذا هو هميان أسود من خرق غلاظ مربط بقماش غليظ. فنظر إليه قال: هذا همياني. ثم فتحه وفتح الربطة التي عليه، يقول: وصب المال في حجره وبدأ يقلب. الخرساني فرحان، رجعت له أمواله، 1000 دينار ذهبي. فقال: هذه دنانيري. يقول الطبري فالتفت، فإذا النسوة لبابة والبنات والعجوز ينظرن من شق الباب، فاتحين باب الغرفة ينظرن إلى الذهب، ذهب لم يرينه في حياتهن أبدا، ذهب نسينا لونه وشكله وظننا أنه لا يوجد في الأرض ذهب، لم يرين ذهبا. وبدأنا ينظرنا نظرة الجائع إلى قدر من الطعام لا يستطيع أن يأكل منه، يتمنى منه اللقمة يشد بها صلبة ويتقوى بها، لقمة واحدة بخل بها هذا الخراساني عليهم. والدموع تنزل من عيون النسوة، يقول: أنا أنظر إليه متعجب، يعني هذا الخراساني بخل بدينار واحد من 1000 دينار ذهبي ما يعطيهن، يأكلن بدينار واحد، وهذا الرجل صار له 3 أيام يترجى العشر 1%، 1000%، ولا لم يرق له أبدا. يقول: فقام الخراساني وأخذ الهميان وفتحه وأخذ يصب فيه الذهب حتى وضع كل الذهب، لم يترك دينارا واحدا. كنت متوقع أن يترك لهم دينار دينارين بس يعيشون فيها على حال بيتهم الذي هم فيه. يقول: فوضع كل الذهب، لم يترك منه دينارا واحدا، وربطه وشده ووضعه على كتفه وربط حول الخرق والخلقان حتى لا يبين أنه ذهب، وخرج ولم ينظر في وجه الشيخ ولم يقل كلمة شكر واحدة للشيخ. أي لؤم هذا؟ واحد رجع لك 1000 دينار، يعني مثل ملايين في هذا الزمان، حتى شكرا لم يقل له. وتعجب أبو غياث كما تعجب الطبري من هذا الخراساني، حتى كلمة شكر لم يقلها. أما لبابة زوجة أبي غياث فكأن ابنها الوحيد قد أخذ منها، وأما النسوة التي معها وبناتها فانخلعت قلوبهن. ووقفنا، يقول الطبري، أنظر إليهن مفتوحات الأشداق. تعرفون الإنسان لما يندهش كيف فما ينفتح؟ معقول الذي حدث؟ مفتوحات الأشداق من الدهشة والذهول. أي بخل وأي لؤم يصل بالإنسان إلى هذا وهو يراهن
على هذا الحال والرجل يتمنى منه دينارا واحدا، يقول له دينار بنصف أشتري قربة أعمل بها، يعني قربة ما عندي أعمل بها، وأشتري شاة يشربون من حليبها. يقول فلما ابتعد الخراساني وصارت المسألة جد خلاص راح، يقول يئسن منه، يقول فرأيت النسوة يسقطن على الأرض ورأيت العجوز تسقط على وجهها من شدة الجوع والضعف واليأس. يقول أما أنا فما استطعت أن أتكلم. تأتي مواقف حتى أبلغ الناس يعجز عن الكلام. أي موقف يمر على الإنسان مثل هذا؟ أي ابتلاء بالأمانة وأي حاجة للصبر تتجلى في مثل هذه الحالة؟ يقول وجلسنا جميعنا مشدوهين ساكتين، ماذا يقول الإنسان وكيف يفكر؟ والآن هذا مسكين أبو غياث ماذا سيفعل وكيف سيأكل وكيف سيطعم النسوة؟ يقول وبينما نحن جميعنا في سكوت وذهول لا ندري ماذا نقول وماذا نفعل، يقول وأنا أيضا كنت فقير ما أستطيع أساعدهم بشيء، يقول وبينما نحن على هذا الحال إذ سمعنا حركة مقبلة على البيت فالتفتنا، فإذا الخراساني قد رجع. يقول فرفع أبو غياث رأسه ينظر ماذا يريد، وكان يعني نظرة ازدراء، يعني كيف يفعل إنسان مثل هذا؟ كيف منعه دينارا واحدا يحيا به يعيش به ويحيي به أهله؟ لكن أبو غياث رجل سمح سبحان الله، قلبه لا يتسع لكره لا يتسع لبغضاء، فقام واستقبل الخراساني ورحب به وأدخله البيت. فدخل الخراساني ورجع فجلس، فسأله أبو غياث ما أرجعك؟ فقال يا شيخ مات أبي وترك 3000 دينار وهو في مرض الموت أمرني وأنا أكبر إخوتي، قال أخرج 1/3 يعني أخرج 1000 دينار فابحث عن أحق الناس عندك بهذا المبلغ وبع رحلي أغراضي وأدواتي بيعها واجعله نفقة لحجك، يعني بالأموال البيت تحج وثلثين المبلغ لك ولأهلك والثلث اجعله صدقة أعطيها لإنسان واحد. هذه وصية الأب الذي مات، أكثر إنسان يحتاجها. يقول ففعلت ذلك وأخرجت 1000 الذي هو صدقة وهدية من أبي لأحق الناس، فشددته في هذا الهميان وضاع مني، ومنذ خرجت من خراسان إلى أن وصلت إلى مكة ما وجدت إنسان يستحق هذا الهميان أكثر منك، فخذه بارك الله لك فيه. يقول فوضعه على الأرض في دار أبي غياث وهرب. يقول للطبري فخرجت وراءه لكنه فاتني، هرب بسرعة ما قدرت ألحقه. يقول وإذ بالشيخ ورائي يركض لكنه شيخ كبير، ففاتنا الخراساني ما في طريقة نصل إليه. يقول فناداني الشيخ أبو غياث فرجعت إليه، فقال أبو غياث للإمام الطبري صار إماما فيما بعد، قال سمعت أحمد ابن يوسف اليربوعي يقول، سمعت نافعا مولى عبد الله بن عمر يقول، سمعت عبد الله بن عمر يقول إذا أتاكم الله بهدية، إذا واحد من الأغنياء ولا الحكام ولا يعني أهل الخير أعطاكم هدية، إذا أتاكم الله بهدية بلا مسألة بدون ما تسألوا ولا استشراف نفس، يعني ما أنتم يعني أرسلتم ناس يتوسطوا ولا كأنكم يعني تقولون أعطني ومدحتم مدح أكثر من اللازم، هذا الاستشراف، إذا أتاكم الله بهدية بلا مسألة ولا استشراف نفس فاقبلوها ولا تردوها فتردوها على الله فهي هدية من الله والهدية لمن حضر، يعني لكم ولمن حضر معكم هذه الهدية. وأنت صار لك الآن 4 أيام 3 أيام تراقب هذه القصة معي وحضرت معنا القصة فسر معي. يقول فسرت معه فقال لي أنت رجل مبارك
والله ما رأيت هذا المال قط ولا أملته قط، ما عمري شفت هذا المبلغ في حياتي، 1000 دينار ذهب ما عمري رأيته، ما هو عندي، ما عمري شفت إنسان عنده 1000 دينار ذهب، رأيت أمامي هذا المبلغ ولا تأملت يوم من الأيام أن يكون عندي 1000 دينار ذهب. ثم قال لي، يقول الطبري، يقول قال لي أبو غياث: هل ترى هذا القميص الذي ألبسه؟ قال: نعم. قال: والله إني لأقوم سحرا فأصلي الفجر فيه، ثم أنزعه فتصلي فيه زوجتي، ثم تنزعه فتصلي فيه أمها، ثم بناتي وأختاي واحدة بعد الأخرى، ثم ألبسه، لأن ليس في البيت ثوب غير مشقق يستر العورة غير هذا الثوب، ثوب واحد كلهم فيه، ثم يقول ألبسه فأمضي لعلي أكتسب شيئا، ثم أعود بما فتح الله علي من إقط أو تمر أو كسيرات خبز أو كعك، فنأكل ونتداول الصلاة في صلاة بعد صلاة. يقول هذا هو الطريق يحدثني. فلما وصلنا إلى الدار قال: يا لبابة، يا فلانة، يا فلانة. فتجمعت النسوة فقال: اجلسنا. فجلسنا، أمرني قال: اجلس. يقول: فجلست عن شماله. يقول: ففتح الهميان فيه 1000 دينار ذهب، قال: بسطوا حجوركم. فبسطوا حجورهم، يعني وسط الإنسان، فأخذ يعد يرمي عند كل واحد فيهم دينارا، يقول: هم 9 وأنا 10، فرمى لي العاشر، وظل يدور بنا هكذا دينارا دينارا حتى نال كل واحد من الحاضرين 100 دينار. فلما صار وقت المغرب: وإذ بنساء الشيخ قد جئن بمائدة كموائد الناس عليها الطيبات من الطعام يفطرن عليها في رمضان. ثم قال الرجل لامرأته: أرأيت يا لبابة، إن الله لا يضيع أجر الصابرين، أرأيت يا لبابة، إن الله هو أرحم الراحمين، أرأيت يا لبابة، منعنا أنفسنا دينارا حراما فجاءنا الله بألف حلال. وأكل الشيخ لقيمات ثم قام ليخرج، فقالت له امرأته: إلى أين يا أبا غياث؟ قال: أبحث، لعل من جيراني، لعل من الناس، فقير صائم لا يجد ما يفطر عليه فنشركه في طعامنا. يقول الإمام الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يقول: هذه الدنانير نفعني الله بها، فتقويت بها وكتبت العلم سنين، وعدت إلى مكة بعد 16 سنة فوجدت البنات ملكات، تزوجنا بملوك، تزوجنا بالأغنياء، وعلمت أن الشيخ أبو غياث توفي بعدما فارقته بشهور، فكنت أزورهم وأزور أولادهم وأحفادهم، أخبرهم بقصة أبيهم بعد 40 سنة من هذا الحادث. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قصة الهميان، وإلى قصة أخرى جميلة في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.